ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. مشكلة دهون البطن أو الكرش زي ما هو شائع ما بيننا من أكتر المشاكل اللي بتضايق الرجالة والسيدات طبعا بمختلف الأعمار. وساعات من كتر ما بيجربوا طرق كتير جدا للتخلص من المشكلة دي ما بتجيبش نتيجة، لكن بنحس إنها مشكلة فعلا ملهاش حل. يعني مثلا تفكر إنها تجرب دايت وتلعب رياضة فتلاقي وزنك بينزل لكن البطن مش بتتأثر. النهاردة في فقرتنا هنتكلم أكتر عن مشكلة البطن وأسبابها والطرق الصحيحة للتخلص منها مع ضيفتي مشرفاني منوراني في الاستوديو دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذية العلاجية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا منوراني حبيبتي. منورة بيكي دايما. موضوعاتك سابقاكي. يعني أنت دايما بتختاري من متابعينك الأسئلة الجميلة وبتدينا أفكار لذيذة نقعد نتكلم فيها فعلا بتفيد الناس. والله يا دكتور أصل ده موضوع فعلا بيخص كتير من الرجال. أنا بشوفهم هم كويسين بيحافظوا على جسمهم يعني بيبذلوا بجد مجهود فأنا بزعل فيقول لك يبص بطني أنا بقيت كويس وزنه كويس بس تلاقي دايما عنده الكرش كأنه يعني كأنه صلب. عارفه يعني مش حاساه طري تحسيه صلب كأنه مش عارف عليه. شفتي انت المنظر ده مش يعني مش عارف يعمل فيه ايه ويبقى جسمه كويس وهو لو نزل الدنيا هتبقى جميله بس الظاهر انهم بيتبعوا حاجات خاطئه او برضو يعني بيلجأوا اللي ممكن نصايح ما بتبقاش هي دي اللي هتفيده فعايزين بقى نقول لهم بجد الحلول في الموضوع ده ايه يا دكتور. النهارده بقى هنتكلم عن الكرش كما ان الكتاب من قبل لان الكرش فعلا بقى بصراحة هو كلام عنه كتير جدا أسبابه كتير جدا حلوله. قبل ما كم يعني قبل ما أسترسل بقى في الكلام حل الكرش يا جماعة محتاج صبر. أنا بس عايزة أقول عشان شوية وقت ما نستعجلش من 4 لـ6 شهور ماشي. والنفس الناس ودي المشكلة الأساسية اللي أنت هتقابلك في أسئلة الناس اللي بتجيلك محدش عنده صبر يا شاف يستنى 4 و6 شهور عايز في شهر وشهرين أنا عايزة أخد حقنة عايزة أعمل حاجة بوم بالونة بجد والله ده وده اللي بيخلي التجارب تفشل أو محاولاتنا اللي بتكون صح تفشل. يعني هو لازم يفكر ان هو عقبال ما بقى كده برضه اخد وقت. انت كونت الكرش ده في قد ايه؟ قعد معاك كام سنه؟ ده صحيح. تراكم سنين طويله. صحيح. ادينا من 4 لـ6 شهور واتبع الخطوات اللي انا هقولها النهارده هتلاقوا نتيجه انا باكد باذن الله ان شاء الله. طب قولي لنا يا دكتور. طيب احنا عايزين نتفق مع بعض ان كرش او دهون في منطقه البطن تعادل مقاومه انسولين عاليه جدا تعادل كم سكر ونشويات انا بدخله في جسمي كبير جدا بيروح يجري جري يعلي لي الانسولين في الدم الانسولين يروح جري يخزن لي كل السكر ده في الخليه بتاعتي. فمقاومه الانسولين تعادل انا بدخل انتيك من السكر والكربوهيدرات عالي جدا تعادل مقاومه انسولين الانسولين ده مش عارف يروح عند الخليه يخبط يفك الشفره عشان يطلع الدهون اللي تحولت السكر ونشويات تحول لدهون في الخلايا فيطلعهم لدمنا نستخدمهم كمصدر وقود. طيب نعمل ايه الحل ايه يا جماعه؟ الحل كالتالي لازم نوقف اكل بالليل. الكلمه اللي دايما بتسمعوها الدكاتره بيقولوها بس ملهاش تفسير. انا عايزه افضي المخازن بتاعتي من الدهون اللي موجوده في الكبد 4 ساعات قبل نومي. كويس. انا بفضي اللي موجود في الكبد فيبتدي جسمي يحرق ايه من بالليل للصبح يحرق الدهون المخزنه بتاعته هو. فبنحقق ايه؟ بنحقق الحاجه اللي احنا محتاجين نعملها وهي ان انا افقد وزن اطلع الدهون دي من الخلايا. طب ايه كمان احنا محتاجين نعمله بصوره واضحه جدا وانا بقولها لاي حد اعملوها يا جماعه باي طريقه رياضه ثم رياضه ثم رياضه بابسط صورها ما عنديش مشكله مش ضروري يعني تروح جيم ولا حاجه قبل النوم كويس مش على الريق مش بين مش الشغل الصبح مش انا عايزه قبل النوم مباشره اتمشى في التمشيه اللي هي الواقف اللي هي الحركه اللي هي زي العساكر التنطيط دي او المشي العسكري نط حبل عندنا شارع كويس ننزل نتمشى فيه نادي تمشي اي نشاط رياضي كارديو ده يا جماعه ضروري قبل النوم وموقفين اكل قبلها ب4 ساعات. طب ايه كمان يا دكتور؟ قطعنا النشويات والسكريات مش بس كده ايه كمان ما بيطلعش الانسولين جامد يا شاف بقى البروتين والدهون وده الكيتو بس انا النهارده مش عايزه اتكلم عن الكيتو انا بس عايزه اقول يا جماعه ناخد منه الجزئيه دي بس هناخد بروتين براحتنا حلو كلوا يا جماعه بيض فراخ لحمه سمك قليلين الدسم
تمام، انا كده مش قلقانه انسوليني مش هيضرب في السماء، فمش هيجري يخزن الدهون في الخلايا. الخضروات الكتير يا دكتور. الخضروات ممتازه، لكن نيجي للفاكهه يا جماعه. الناس بتفتكر يا دكتور انا بطلت رمر وبطلت عوك، بس باكل فاكهه بروح بقى بالليل اضرب البطيخه الجميله النص كيلو عنب اللي هو كميه السكر فيه فاكهه خطيرة. الصيف خطيره طبعا، والتين والمانجا والحاجات دي خطيره ما بيحسوش يعني. العنب انا مثلا بقول كوبايه من العنب كوبايه يا دكتور، انا بدقهم وانا بغسل العنب على الحوض. البطيخ بطيخه ايه يا دكتور، دي انا وجوزي سكر عالي، دي ميه، دي ميه يا دكتوره ما فيهاش سعرات. بقول لك في الكنترول مع الجبنه القريش بقى بالظبط، قريش لا يعني رغيفين بلدي جبنه قريش وبطيخه يا مفتري. ايوه لا وفعلا عندهم قناعه رهيبه يا شاف ان دي عديمه السعرات وان هم كلوا ميه. احنا ليه تخنا؟ ده البطيخ يا جماعه من اعلى الحاجات اللي الجلايسيميك اندكس عالي. يعني ايه؟ يعني مجرد ما حضرتك هتاكليهم الانسولين هيضرب في السماء، هيضرب. انت عارفه المانجا ارحم منهم، تخيلي الجلايسيميك اندكس بتاعها اقل. ده مش معناه برضو، انا عايزه اوضح كلامي لان الناس بتاخد كلمه من هنا على كلمه. تاكل كيلو مانجا مثلا دكتورة قالت النهارده في التلفزيون المانجا ما فيهاش مشكله وان المانجا احسن من البطيخ. لا، فاحنا عايزين نتكلم النهارده. اولا انا بس عايزه اقول حاجه في وسط ما انا بتكلم عن الكرش، انا النهارده بتكلم عن بيستا. بيستا هو منتج امن من الالياف، هيساعد في ايه؟ خلينا احنا في لغط كبير جدا على انواع الاكل وعلى كميات الاكل وعلى التطورات المزاجيه اللي في يومنا من الانبساط والتوتر وزحمه المواصلات وحاجات كتير جدا، ستريس الشغل، عدم النوم كويس، ايا كان. انت نيمتي الولاد وقعدتي انت وزوجك ضربتي البطيخه. طب انا عارفه ان انت يعني عشان تقتنعي ان ده مش صح، انا عايزاكي وعايزه تفقدي وزن كمان وزعلانه ان انت ما خسيتيش. في الحاله دي تنيم جوزها مع الولاد عشان تقعد تاكل البطيخه لوحدها. لا، انتوا اقعدوا انتوا الاثنين صاحيين، خدوا بيستا نيموا الولاد. ناخد الساشت او الكيس من البيستا. ينفع قبل النوم يا دكتور؟ ده بالعكس، ده كويس جدا، لان انا دايما بقول ان الالياف دي يا شاف بتشغل از ديتوكس وتنظيف لمعدتي. يعني انا مش هاكل قبل باربع ساعات بالظبط كده، وناخد البيستا بالظبط يعني المره الثانيه طبعا، غير الوجبات الرئيسيه اللي حضرتك قلتي عليها اثناء اليوم قبل الاكل بنص ساعه. اخده بقى في الوقت ده ليه بقى؟ علشان اولا دي الياف هتساعد كتير جدا وانا نايم على تنظيم حركه القولون والمعده. هتكون ملين للناس اللي بتعاني من امساك المزمن مع الدايت. وخلي مظبوط كده. طب ايه كمان بدل ما حضرتك تقعدي انت حاطه البطيخه؟ انا مش همنعكم، انا ممنوع مرغوب، فانا قررت مش همنع حد من حاجه. صحيح. البطيخه قدامك انت وجوزك، الروتين بتاعكم زي ما الاساتذه قالوا لحضرتك كده، الجبنه القريش ايه علاقه الجبنه البطيخ يا ظلمه؟ بالظبط كده. فاحنا هنعمل ايه؟ خدنا البيستا قبل القعده بتاعت البطيخ دي بنص ساعه ساعه، حطينا قدامنا البطيخه كعادتنا، لان نفسنا مش قادرين ناكل غير ربع الكميه اللي كنا بناكلها. كويس. وده اللي دكتوره ريهام بتحاول تقنعهم بيه من ساعتها، هم مش مقتنعين وما ياكلوا ربع الكميه دي. فاحنا كلنا كده كميه قليله جدا. كويس. خدنا الياف. الالياف كمان دورها ايه؟ انا عماله اتكلم معاكي الانسولين يا جماعه، عايزين نختار انواع الاكل اللي مش تضرب الانسولين في السماء فيروح يخزن السكر اللي كلناه ده في الخلايا بتاعتنا. طيب الالياف دي هتعمل ايه؟ هتخلي مستوى السكر في الدم منتظم. كويس. دي مثابه الحاجه، بتعمل بافر. بافر يعني ايه؟ انا بلاتو. الكيرفات طالعه نازله كده. لا، انا هطلع تدريجيا مستقره فتره طويله جدا. فلو انا حاسه بالشبع مفيش جوع، مش بس كده، انا الانسولين منتظم في جسمي، فمشكله تخزين الدهون ومنطقه الكرش اللي بتحصل عند ناس كتير جدا يا جماعه، الكرش حضرتك ده مش نتيجه ان هو مخزن ميه، ده تخزين دهون عالي جدا جدا عند الستات، بتكون في منطقه البطن السفليه، عند الرجال صوره الكرش اللي بيكون بادئ من المنطقه من الصدر من فوق من بعد كدا. الصدر بالظبط. طيب احنا عملنا الرياضه، ظبطنا وقت نومنا، ودي شيء مهم جدا جدا. قلنا هناكل بروتين بكل اشكاله، هناكل دهون. الدهون ما بتعليش الانسولين، بس ده مش معناه قلنا ان احنا ناكل كميه كبيره. هناكل الدهون بالكم المعقول المعتدل، لكن هو افضل بكتير بالنسبه لي من السكريات والنشويات. ولما هناكل فاكهه لو عندنا اوبشن، الفراوله والتوت، الحاجات دي اللي بتساعد في الحرق دي. دي مش من الحاجات اللي بتعلي البيك بتاعه الانسولين. كويس. يبقى احنا كده نجحنا بجزء كبير. وخدنا بيستا، خدناه مرتين ثلاثة في اليوم بالألياف المكونة من ردة القمح، الشوفان، قشور السليم، عملت البالون اللي ملت البطن بتاعتنا، فبالتالي حجم الوجبة قل. مش بس كده، في نقطة مهمة جدا جدا وأنا بشوفها بقى سحر بس بالطريقة العلمية، ودي أهم حاجة. طب هتقوليها لنا قبل ما نشوف التقرير. إحنا عندنا الكروميوم تركيز 500 مللي جرام بيشتغل بقى على حتة مقاومة الأنسولين اللي هي بقت سمة العصر. إحنا دلوقتي على فكرة، وده اللي حضرتك كنت بتسأليني عليه، يا دكتور في شباب بيجوا لي العيادة رفيعين جدا وطالع له زيتونة حرفيا، يقول لي يا دكتورة أنا رفيع يعني أنا هخس أعمل دايت.
اعمل ايه بعد كده؟ لكن انا عندي زيتونه شكلها حتى مش متناسق مع جسمي. حضرتك حلك السحري والبسيط جدا جدا، هنعمل صيام متقطع عشان اظبط مقاومه الانسولين اللي عندنا، هنعمل التعليمات والارشادات اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، هنلاقي منطقه البطن او الكرش دي اختفت تماما في الاربع لست شهور اللي احنا متفقين عليهم. خط يعني 100 خط بس. في حاجه رائعه وخبر سعيد جدا ان بيستا وقلب مالتي فيت ان انا شكلت بيهم كورس متكامل يساعد ان عمليه الحرق ومقاومه الانسولين تكون افضل بكتير، نقص فيتامين دي يتصلح، وجود الكالسيوم والمعادن كلها تكون بالصوره المثلى، فجسمنا يشتغل بافضل شكل، فحرقك يكون ممتاز جدا. انا كده عملت ايه؟ انا سرعت الحرق، انا اديت الفيتامينات، انا خليت الخلايا الدهنيه تاخد بالفيتامين سي اللي موجود بتركيز 50 مللي جرام في بيستا، يشد الدهون من جوه بقى الخلايا، يفك اللوك بتاعها وتطلع، ويستخدمها كمصدر للوقود والطاقه. فبالتالي انا خلاص مش معتمد على اي مصدر خارجي، بحرق من دهوني الشخصيه، فابتدت منطقه الكرش تنزل. تختفي. طيب احنا هنستسمح حضرتك ناخد التقرير معانا حاله. ايه هنشوف كده التقرير عن آية يا ترى تجربتك كانت ايه مع بيستا؟ نشوف مع حضراتكم ونرجع نستكمل كلامنا مع دكتور ريان. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد التقرير. شفنا دلوقتي حالة عن بنوتة اهي صغيرة. عايزين يا دكتور يعني الناس بقى اللي بدات تتجه الاتجاه ده وهي حاجات امنه، لان انا مش مع الحقيقه العمليات الا في الحالات لا قدر الله اللي فيها مشاكل لا قدر الله، وحاجه امنه وبنلاقيها في الصيدليه موجوده، ويعني من خلال ارقام الشركه ما فيش مشكله. عايزين حضرتك تقول لنا روشتة تجمع بين البيستا وبين مكمل غذائي، وتقول لنا مع الصيام المتقطع يدينا توليفه عامله ازاي. ودي بقى الروشته اللي احنا عايزين ننصح بيها اي حد النهارده. احنا هنبدا النهارده ناخد منتج امن 100% زي ما اتفقنا. بيستا ده المنتج اللي هيساعد على حرق الدهون المخزنه في الجسم، نقلل امتصاص الكربوهيدرات، نعلي افراز الانسولين اللي احنا عندنا فيه مقاومه ادت الى الكرش، فده جزء مهم جدا ما نغفلش عنه. ناخده كم مره يا دكتور بيستا؟ هناخده من مرتين لثلاثه على حسب الوجبات الرئيسيه اللي انا باكلها في اليوم. قبل الوجبات الرئيسيه من نص ساعه لساعه. المهم اهم مره فيهم قبل النوم باربع ساعات ما ناكلش، وقبل النوم ناخده. بالظبط كده، وكوبايتين ميه. كوبايتين ميه خلاص. طيب الحاجه الثانيه اد مالتي فيت، وصورته ظاهره على الشاشه وانا حابه الناس تشوفه كويس جدا لان هو ملوش بديل. ملوش بديل، دي النقطه اللي بس عايزه اوضحها. في كل انواع المينرالز والفيتامينز اللي جسمنا محتاجها لتجديد الخلايا، اي مشاكل في الحرق هيصلح بقرص واحد فقط لا غير في اليوم. هنشرب كم الميه، هنعمل الرياضه ابسط اشكالها قبل النوم زي ما قلنا، هنوقف اكل اربع ساعات قبل النوم، هنعمل كل ده عشان منطقه الكرش بتاعتنا، قللنا اكلنا الاكل اللي معلاش الانسولين فعلى التخزين بتاع الدهون في جسمنا. طب ايه كمان الحاجه اللي احنا عايزين نعملها؟ هي الصيام المتقطع العامل الرائع جدا. لو عملناه نصوم 16 ساعه منهم ساعات النوم، يعني احنا قلنا هنصوم نعد منهم ساعات النوم والاربع ساعات اللي قبل النوم، يبقى انت كده صمتي منهم وقت محترم جدا. هنصحى نعد اللي باقي من 16 ساعه نصومهم. طب نقطه مهمه دكتور، صايمين؟ لا، هنشرب اي مشروبات زي الميه، شاي، قهوه، اهم حاجات غير سكر، ولا اي محلى صناعي، ولا لبن، ولا لبن خالص. تمام، ولا لبن خالي الدسم كمان خالص، اي حاجه صفر سعرات، يعني تي باجز او اعشاب
اهم حاجه مفيش سعرات خالص. كويس. ده هناخده الميه دي فتره الصيام. هي. بعد كده بقيه الثمان ساعات في اليوم نقدر نقسمهم لثلاث وجبات. هناخد قبل كل وجبه البيستا كماده مالئه، فبالتالي انت اكلت في 8 ساعات فقط لا غير، ما طلعتش الانسولين في جسمك، ما خزنتش دهون، اكلك قلل النص او اكتر، حفزت الحرق بالفيتامينات. حضرتك انت في اهلا بيك، انت في الحل السحري. هي. للكرش. وعايزه اقول لحضرتك هم بيخسوا وزن كبير جدا من 8 ل 12 كيلو شهريا، ده من الوزن الاساسي، بس هنصبر مع بعض في حته الكرش زي ما قلنا من 4 لـ6 شهور، لانه هو والارداف من أسوأ المناطق اللي بتقاوم فيها الدهون القويه دي الفقدان، او ان احنا ناخد منهم الدهون كمصدر للطاقه. طيب هناخد بقى احنا بقى نصحى نفطر لو دي الوجبه الاساسيه للناس اللي متعوده تفطر، تاخد بقى الالفا مالتي فيت بعد الفطار عشان يدي طاقه ويبقى انرجي كده قويه في الجسم. بالظبط كده اللي احنا على مدار اليوم. ودايما نكون حريصين يا شفا على النقطه اللي انا بقولها مرارا وتكرارا، نحاول معظم وجباتنا يكون فيها بروتين. حلو. البروتين ماده يعني الصبح بيض مثلا. بالظبط كده، بيض، جبنه قريش، جبنة ناخد الفراخ او لحمه او سمك قليل الدهون في وجبه الغداء. ليه لا، لو في العشاء نقدر ناخد تونه، ناخد بيض تاني لو انا ما عنديش كوليسترول او مشاكل. كويس. ممكن ناخد بروتين نباتي، عندنا الحمص، العدس، الحاجات مش لازم كله بروتين حيواني، مع سلطه مع شويه طماطم وحاجات فيها الياف. دي بقى الوصفات بقى دي بقى يعني ايه يعني نبدع بقى في الحته دي طبعا. فنقدر ندخل البروتين كماده مالئه، هتحسس بالشبع، هتعلي معدل الحرق وتعمل عضلات. مش بس كده، هتخلي الكارثه الكبرى اللي بيعاني منها معظم الناس وهي مقاومه الانسولين تتحسن كتير، لان انا باكل كويس. بروتين الانسولين مش هيضرب في السماء خلاص، انا مطمن. دي اهم نقطه دي يا دكتور، وشطه بسيطه وسهله. طيب بالنسبه بقى للبيستا وللالفا مالتي فيت، هو مناسب لكل الاعمار ومناسب لاصحاب الامراض المزمنه؟ مظبوط، احنا من اول سن 13 سنه البيستا والالفا مالتي فيت ممتازين جدا جدا. كويس. الحمد لله كل الابحاث ومرخص، فاحنا بنتكلم عن منتج امن، مفيش اي شك فيه. بالظبط، فاحنا ما عندناش شك في ده. انا كطبيبه بشريه بقول ان هو منتج اتعمل عليه كل الابحاث، والحمد لله شغالين بيه في العيادات مع جميع التخصصات. على فكره عايزه اقول لحضرتك نسا ومخ واعصاب بيشتغلوا بيه عشان حالاتهم، لان العظم حضرتك عارفه مثلا مهم. بيبقوا عايزين يخسسوا حالاتهم بصوره كبيره. دكتور النسا معظم البنات الجيل الجديد عندهم تكيسات مبايض، الخسيه ضروريه عشان تحمل، ودي حماتها ومامتها وكله بيضغط طبعا. عليها، فالناس كلها بتجري على حل الخسيه لحل مشاكل اخرى كتيره صحية. طبعا فهو الحمد لله حل طبي ملائم ومناسب، مش بس كده علاج لكثير، وانا عايزه اقول كلمه علاج دي بس احطها بين قوسين، علاج غير مباشر لكثير من الامراض المزمنه، لان زي ما اتفقنا مع بعض احنا لو حلينا مشكله السمنه قللنا مقاومه الانسولين، انا بالتالي عالجت، لو انا شخص ما باخدش انسولين ممكن اعالج مشكله السكر تماما وابطل العلاج لو باخد تابلتس، لو انا مريض ضغط ضغطي هيتظبط، مريض كوليسترول كوليسترولي هيتظبط، فبالتالي انت بطريقه غير مباشره بساعد نفسي في حاجات تانية في علاج امراض مزمنه. مش بس تحسين الحاله، لا فعلاً. ده هايل جدا يا دكتور. طيب قول لنا بقى، هسالك حاجه دلوقتي، البنات اللي بتشتكي شويه من سقوط الشعر، من الضوافر، من في يعني بيظهر ساعات مع الخساسين بعض كده، عايزين نعرف بقى في قلب مالتي فيت سريعا كده، ايه اهم الفيتامينز اللي موجوده فيه تخلينا ناخده واحنا عارفين ان احنا مش محتاجين حاجه زياده الا حاجات بسيطه قوي؟ عايزين نبقى مطمنين جدا ان في المجموعه اللي هي اسمها ادك، او اكيد في ناس بتقول هي اي واي وكي ودي، ايوه دول زائد الزنك، الحاجات دي يا جماعه الميكس دول الموجودين، ان هي الدهون اللي هي بتدوب، الفيتامينز اللي بتدوب في الدهون دي من اكتر الفيتامينز اللي ليها تاثير مباشر جدا. معانا هي البي 12 بالظبط، يعني احنا نلاقي فيتامين بي 12، فيتامين باء عامه، والبايوتين ما شاء الله. اكيد حضرتك سمعتي اي دكتور جلديه بيوصف لاي بنوت عندها مشاكل في الشعر البايوتين طبعا. فاحنا عندنا ميكس سحري من فيتامين بي اللي هو ليه بي كومبلكس، ده عيله كبيره عيلة جدا كبيرة. ليها دور كبير جدا في المشاكل اللي احنا بنعاني منها نتيجه الدايت والخسيه. البايوتين نفس الكلام، الحاجات المهمه جدا. لا ما شاء الله كلها موجوده هنا، ما فيش واحد فيهم ناقص. بالظبط كده، وموجوده بالكم اليومي اللي احنا جسمنا المناسب، وما ياثرش بالعكس ده خالص خالص خالص. بس دايما زي ما بقول لحضرتك، انا من انصار ان انا لو عندي اي مشكله صحيه وفي طبيب اخر استشاري بطن او اي تخصص، ممكن اكون محتاجه نسبه اعلى مثلا من الكالسيوم، ممكن اكون محتاجه نسبه اعلى من الفيتامين سي، انا عندي مشكله ما، انا عندي مشكله ما محتاجه ان انا اكمل ده، لان احنا عاملين حاجه افريج متوسطه لشخص سليم. ممكن أوكي. يكون انا شخص عندي احتياجات ازيد نتيجه صحيح. اي سبب، فانا افضل ان طبيب يوصلني للليفل اللي انا محتاجه. انا بشكرك يا دكتور بجد، انت يعني كلامك جميل، واحلى حاجه فيه البساطه، وانه بيوصل للمشاهد بشكل سلس
حساس وجميل، مفيش مصطلحات كتير يعني مكلكعه الناس تبقى خايفه منها. بتشرف بيكي دايما حبيبتي استني، شرف ليا بوجودك معايا. بسمحوا لي اشكر طبعا ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه، شرفتيني يا دكتور ريهام. وبشكر حضراتكم لحسن المتابعه، واتمنى اكون سبب لحضراتكم في الاجابه على الاسئله اللي حضراتكم بتبعتوها من خلال الفقرات اللي معايا والفقرات الطبيه اللي فيها دكاتره متخصصين. اسمحوا لي طبعا الوقت بيخلص بسرعه مع حضراتكم، لكن في النهايه اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.